سمير بتمريره حلوه اللعبه حلوه التمريره اللي موسى انداي يحاول فيها. موسى لعبها تسديده، يا سلام يا سلام يا عيني، فعلا انت عرفت، سجلها الكابيتانو المغربي المسيان يفتتح التسجيل، اول الاهداف النصراويه، اول الاهداف للعميد، الهدف الاول في هذا الموسم، الهدف الاول في هذا الموسم يسجل باقدام عادل تعربت. واحد لشيب يتفوق العميد. كره بتعود الان، محاوله تمريره لمروان ازرقان، ازرقان لعيب لعيب لعيب، يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام يا سلام على مروان ازرقان، يقود الازرق للتقدم بالثلاثيه، الازرقان الجميل يقود العميد، هذا الهولندي من اصول مغربيه مروان ازرقان يقود العميد في شوط المباراة الثاني لتسجيل الثالث وتأمين النقاط الثلاثة، تأمين النقاط الكاملة، يؤكد على التفوق، على التميز في مجهود أكثر من سياكة، يعني تحسن وسط الوصل، خيمينيز بيلعبها، الكرة بتصل لليما، من ينهي الموسم؟ هو من يبدأ الموسم ليكون نجما للموسم، ليما بالتخصص، ليما بالذكريات القديمة، فابيو كالعادة بالهدف رقم 166 هذه المرة. تعود من جديد كمارا، كمارا مر، كمارا اوه يا كمارا، اوه يا كمارا، اوه يا كمارا، نعم يبدأ الشارقة هذا الموسم بداية قوية، تسديدة ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى، يسجل الآن عثمان كمارا الهدف الثاني للملك، اثنين لا شيء الآن، اثنين لا شيء. احتمال العناصر لعيب الأجانب لأن فرصة كان لازال، وعد كلابا يرسله، مرعب أنت يا لابا، هاتريك عيناوي، نعم هاتريك لابا، كمان وكمان ينفجر الهداف في شوط المباراة الثاني، يسجل ثلاثية ويصل إلى خمسة أهداف كاملة للعين، لا تخطأ أمام لابا، يأتيك العقاب، قوية قوية في مرمى خور فكان، لكل قصة نهاية إلا حكاية العيب ستظل تروى.